السلام عليكم ومرحبا بكم على قناتي شهوة ليلى. الفيديو ديال اليوم مميز، وجدت لكم فيه واحد كلاص اللي كيجي جد جد رائع بمكونات جد بسيطة. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الإعجاب ديالكم، وتشجعوني كيما ديما باللايك والاشتراك والبارتاج مع الأهل والأصدقاء والأحباب. ودابا دوزوا معايا المكونات وطريقة التحضير، وشكرا على تتبعكم. غادي نبداو على بركه الله بالمكونات الاولى ديال النوغاتين. غنحتاج واحد الكاس عنبه ديال السكر سنيده، اي ما يعادل 150 غرام. كذلك غنحتاج واحد ملعقه كبيره ديال عصير الحامض، جوج ملاعق كبار ديال الماء يكون بارد. كذلك غنحتاج واحد كاس العنبه ديال اللوز، اي ما يعادل تقريبا من 100 حتى 120 غرام. غادي ندوز دابا نحضروا معكم في المقلات وباش نشوفوا تتم التحضيرات ان شاء الله. ودابا غنبداو على بركه الله. كما كتشوفوا معايا خديت مقلات وضعت فيها داك السكر والماء زائد الحامض، خليت السكر حتى داب معنا شي شويه وضفت عليهم هذاك اللوز. غادي نحاول نحرك هاد المكونات كامله مع بعضياتها ونستمر في التحريك حتى نحصل على واحد النوغاتين اللي يكون اللون ديالها يعني عسلي. ما نخليش النوغاتين ديالي تحرق، غادي نخليها حتى تغلى كما كتشوفوا معايا. وفي نفس الوقت راني كنوجد في البابي كويسون اللي غادي نحاول ندهنو بشويه ديال الزيت ونوضعو جانبا باش ملي توجد معايا النوغاتين نوضعها في هذاك البابي كويسون، خليها حتى تبرد جانبا. خليت اللوز ديالي كما كتشوفوا معايا راه كيغلي، كما قلت لكم خاصني حتى نحصل على يعني هذاك يكون عسلي في اللون ديالو، يعني هذاك السكر يتعسل معنا ولكن ما نخليوش حتى يتحرق. غادي نستمر في التحريك كما كتشوفوا معايا وما نحاولش نقيسو بيديا لانه كيكون ساخن جدا وكيلصق في اليدين، يعني نحاول نحرك غير بشي ملعقه خشبيه بالطريقه اللي كنخدم بها كما كتشوفوا معايا. كتشوفوا معايا النوغاتين ديالنا بعد ما وجدات، كنحاول نفرغ الخليط في هذاك البابي كويسون اللي وجدته جانبا. ودابا غندوز نشوف معكم مكونات الكلاص اللي غادي نحضر معكم. بركة الله، كما شفتوا معايا خديت الباتور ديال العجانه اللي وضعت فيها هذيك الكريمه السائله اي 500 مليلتر. غادي نحاول نضيف لها كذلك السكر، غادي نخفق هذه المكونات كامله مع بعضياتها ونخليها حتى تندمج ليا مزيان، ولكن ما نحصلش على كريمه تكون عاقده بزاف. يعني مجرد انها طلع الكريمه ديالي غادي نحبس باش نضيف لها باقي المكونات. كما شفتوا معايا في الاول راني درت يعني السرعه منخفضه ومن بعد حاولت نزيد شويه في السرعه. غنخلي الكريمه ديالي حتى تطلع ليا مزيان وان شاء الله غادي تشوفوا معايا تتم التحضيرات. ودابا كما كتشوفوا معايا بعد ما الكريمه ديالي وجدات غادي نحاول نضيف لها بودره الكاكاو اللي كنحاول نغربلها، وحتى هي غادي ندمجها مع هذيك الكريمه. ودابا غادي نحاول نضيف دانيت شوكولا على الكريمه ديالنا بعد ما ضفنا لها بودره الكاكاو. كذلك غنضيف العلبه الاولى وغنضيف العلبه الثانيه، وغادي نحاول ان شاء الله ندمج هاد الكريمه ديالي يعني مع هاد المكونات، وغادي نوجدوا المول ديالنا اللي غادي تشوفوا معايا جانبا باش نوضعوا فيها الكلاص ديال اليوم. الصراحه هاد الكلاص كيجي جد جد رائع، وكما سبق لي وقلت لكم بمكونات بسيطه يعني ممكن توجديه بسرعه. الوقت اللي كياخذ هو الوقت اللي كيتجمد فيه، يعني ممكن تخليه من 6 السوايع حتى الليله كامله باش تحصلي على نتيجه جيده. دابا كما شفتوا معايا غادي نحاول نعاود نخدم الباتور ديالي يعني غير مده قصيره، ما نخليش الكريمه ديالي تعاود تهبط ليا. كندمج هذوك المكونات وان شاء الله كما قلت لكم غتشوفوا معايا تتمت التحضيرات. ودابا كما كتشوفوا معايا بعد ما قصحت ليا النوغاتين حاولت نوضعها في الخلاط الكهربائي، اولا ممكن توضعيها غير في ساشي اليمونتير
وتحاولي تضربها بمدلك وغتحصلي على هاد الكريمه ديالنا كما كتشوفوا معايا. بعد ما وجدات غادي نحاول نضيف لها واحد الكميه ديال هذيك النوغاتين كما قلت لكم، لان دوزتها في الروبو باش عطاتني بهذه الطريقه، يعني يكون مفرشش على هذا الشكل. غادي نحاول نضيف الكميه ونحتفظ واحد الكميه للتزيين النهائي. كما كتشوفوا معايا كنحاول نخلط غير بشويه باش ما تهبطش ليا الكريمه ديالي، يعني من الاسفل الى الاعلى، حتى تندمج ليا هاد النوغاتين مع الكريمه ديالنا. وغادي ندوزو ان شاء الله، غادي تشوفوا معايا غنفرغوها في المول اللي وجدته جانبا. هذا هو المول اللي خديت كما كتشوفوا معايا جانبا، غلفته بالبابي كويسون، من بعد وضعت فيه البابي الومنيوم باش الكلاص ديالنا يشد مزيان. خديت تقريبا في القطر ديالو 20 سنتيم، كنحاول نفرغ فيه هذاك الكلاص، يعني نحاول نسرحو كميات متساويه لجميع الاطراف. وغادي ان شاء الله منين نقادو الكريم ديالنا غادي تشوفوا معايا، غادي نغلفوا بالفيلم اليمونتير وغادي ندخلوا المجمد كما قلت لكم، يعني المده كتبقى تقريبا من 6 سوايع حتى الليله كامله الا بغيتي يوجد معاك مزيان. وغنحتفظ واحد الكميه قليله للتزيين. دابا كيما شفتوا معايا بعد ما يعني سويت السطح ديالو غادي نغطيه بالفيلم اليمونتير، وهذه هي الكميه اللي خليت للتزيين. انتم غتشوفوا معايا التزيين في النهائي، غادي يكون ان شاء الله كلاص اللي غادي يعجبكم وبشكل راقي وشكل زوين ان شاء الله. ودابا بعد ما تجمد ليا الكلاص ديالي حاولت نديمو ليه من هذاك المول اللي وضعت واحد الفوطه سخونه وحاولت ندوزها على الجوانب، وضعته في هذا الاناء التقديم وزينته كما قلت لكم بهذيك النوغاتين اللي خليت جانبا، وهذاك الكلاص اللي خليت حتى هو وضعت ديبول وزينته بقليل من الشوكولا. يعني التزيين كما كنقول ديما تيبقى اختياري. كما كتشوفوا معايا هذه هي النتيجه النهائيه اللي حصلت عليها بعد ما زينت الكلاص ديالي. صراحه كيجي شي حاجه توب وكلاس. كنتمنى الكلاص ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ودعموني كما ديما وتخليوا لي تعليق رائع ومحفز. كنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم.